انطلقنا من مقر حركة النهضة بزرزونة، زرنا على معناتها الحي غديكا المجاور، وفما خاوي وفما حوانت، ومشينا باتجاه السوق، السوق معناتها يعني المركزية، تكلمنا مع الناس، لقينا برشا تجاوب، فما البعض بيان سور من اللي عنده موقف مسبق من النهضة ولا معمرينه، تعاملنا معاه بكل أريحية وبلعب وضحك وخيال الناس كل. وانا في الاخر راهو نقولوا اللي باش يفع تونس ربي ينصروا، واللي باش يضر تونس ان شاء الله ربي ما ينصروش. وراكم تشوفوا احنا مع الشعب في وسط الشعب، ما عندناش مشكل في الاتصال المباشر مع الناس، نبلغوا في اصواتنا، برشا يقولونا شملتونا، عندنا بروجرام كامل فيه يمكن على الاقل 40 انجاز وريناه للناس، فهمني، ومازال باش يتعمل اكثر، ومراهنين بقدرة ربي على انه جرزونا تولي بلديه، وبعد الانتخابات البلديه اللي رئيس البلديه ورئيس البلديه الشريعه عنده صلاحيات كبيره، ما عادش يكسر له كلامه لا والي لا معتمد لا رئيس دائره لا مندوب جهوي نتاع تجهيز او غيره، فهمتي ولا بقوت ربي، ولاد زرزونا باش يخدموا زرزونا. احنا نحبوا نخرجوا من المنطقه نتاع شعملتونا الى ان المواطن يقول انا اش نجم نعمل معاكم؟ اش نجم نفيد؟ وهذا هو بقوت ربي باش نعملوا له، ومتاكد اللي زرزونا دون 5 ans elle sera beaucoup mieux. جيل النهضة جاء امل الامة اقطابا وله أنت رجاء يا أم المستقبل. جيل النهضة جاء أمل الأمة أقربا وله أنت رجاء يا أم المستقبل. أنت الأمل الباقي، أنت السند الغالي، كوني بالأخلاق مدرسة الأجيال. فغدا سوف نراك تطوي الدرب خطاك نحو الحلم الأجمل، نحو الحلم الأجمل. جيل النهضة جاء أمل الأمة أقبل وله أنت رجاء يا أم المستقبل. جيل النهضة جاء أمل الأمة أقبل وله أنت رجاء يا أم المستقبل. بالوعي ستبنينا جيلا يرعى ذمة ببنات وبنينا ترتادين القمة. ستبنينا جيلا يرعى ذمة ببنات وبنينا ترتادين القمة. بالإيمان دعينا نعلي شأن الأمة، بالإيمان دعينا نعلي شأن الأمة. بالهمة لا نبخل، بالهمة لا نبخل. المستقبل يا أم المستقبل. جيل النهضة.